يطلقون الرصاص في مختلف المناسبات، يطلقونه تعبيراً عن الفرح والبهجة بزواج قريب أو بفوز فريق رياضي، ويطلقونه كذلك تعبيراً عن الغضب وتهديد خصومهم فيما يسمى بالدقات العشائرية. فوضى السلاح في العراق مشكلة بدأت مع الغزو الأمريكي قبل أكثر من عقدين من الزمان، لكنها تعقدت في ظل عملية سياسية تقوم على أسس طائفية وتفاقمت مع سيطرة الميليشيات على المشهد الأمني في البلاد، فبات العراقيون يسعون إلى امتلاك السلاح لحماية أنفسهم وعائلاتهم، حتى أصبح عدد قطع السلاح في أيدي العراقيين يقدر بأكثر من 10 ملايين قطعة حسب ما يؤكده خبراء أمنيون. بالطبع أنعش ذلك الأمر سوق السلاح، فتشكلت شبكات لتهريب الأسلحة من الخارج والاستفادة من الأرباح الكبيرة التي تجنيها من هذا النشاط، بحسب ما يقول مجلس محافظة ميسان التي تعاني كباقي محافظات العراق من ظاهرة السلاح المنفلت. شبكات تهريب السلاح لا تعمل منفردة، إذ تؤكد مصادر عديدة تورط الميليشيات في تجارة السلاح ببعض المناطق في العراق، وهي بذلك تضمن المكاسب المادية فضلاً عن السيطرة على سوق السلاح ومنع تسربه إلى جهات منافسة أو معادية لها. وعلى الرغم من إعلان حكومة السودان الحالية عن خطة لشراء السلاح من المواطنين، إلا أن هذا الإجراء باء بالفشل في رأي ناشطين، لأن العراقيين لا يستغيثون من سلاحهم العادي الذي يستعدون للتخلص منه، بل من السلاح المنفلت بيد العصابات والميليشيات التي تستعرضه أثناء كل أزمة سياسية وتهدد به الناشطين والصحفيين. وبحسب أرقام وزارة الصحة، فإن إطلاق النار العشوائي في المناسبات يتسبب بمقتل العشرات سنوياً في مختلف المحافظات العراقية، لأن بغداد والبصرة وذي قار تتصدر المحافظات بعدد ضحايا انفلات السلاح في العراق.